أما فيما يتعلق بالقانون المحاماة فأنا شايف أن تعديل القانون بلا شك أنه هيبقى في صالح المحامين، خاصة وأن الهدف منه كان مصلحة المحامين، مصلحة من شأنها تعود بالخير على كل المحامين، ويبقى في مجال لتنمية موارد النقابة وتعظيم الإنشاءات اللي تمت في عهد المجلس الحالي. بنسأل الله إن شاء الله أن يكون في تعديل قانون المحاماة ده خير لكل المحامين، وكل سنة وحضراتكم طيبين.